أحلام الزعيم، صحيفة مكة. سؤالي سعادة الوزير الخارجية السعودي، الأزمة اللبنانية الحالية، هل يمكن أن تشهد أمر غير الحوار لحلها؟ يعني هل يمكن أن يكون الحل على شكل مقاطعة أو على شكل تدخل عسكري معين، أو ما هي الأشكال الممكنة لتقليم أظافر حزب الله اللبناني؟ الأزمة في لبنان أساسها كما ذكرتي حزب الله. حزب الله اختطف النظام اللبناني، حزب الله يحاول يفرض سلطة نفوذه على لبنان، حزب الله يعرقل العملية السياسية في لبنان، حزب الله أداة في يد الحرس الثوري الإيراني، وإيران تستخدم حزب الله من أجل بسط نفوذها في إيران، وتستخدم حزب الله بالنسبة لأعمال الشغب في البحرين، وبالنسبة لدعم الحوثي والتدخل في شؤون اليمن. إذا استطاعت لبنان أن تحجم دور حزب الله فلبنان يكون بخير، لكن إذا حزب الله استمر على هذه السياسة وهذا النهج فهذا يجعل لبنان أن يستمر بعدم الاستقرار، ويجعل الوضع خطر في لبنان. هناك إجماع في العالم أن حزب الله يجب أن يكون يتم التعامل معه بوسيلة أو أخرى، وهناك إجماع في العالم وشبه إجماع في العالم بأن حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول، وأنه يجب عليها أن تحترم القوانين، ويجب عليها أن تحترم سيادة لبنان، ويجب عليها أن تحترم اتفاقية الطائف، ويجب عليها أن تنزع السلاح. لا يجوز لميليشيا أن تمتلك سلاح وهي خارج عن سلطة الدولة، ومهما حاول حزب الله يبرر ذلك هذا غير صحيح. كانوا يقولوا أن حزب الله السلاح للمقاومة، المقاومة إيش دخلها تروح تحارب في سوريا؟ المقاومة إيش دخلها تروح تحارب مع الحوثي في اليمن؟ فالكلام اللي يقولوه حزب الله لا أساس له، هذه منظمة إرهابية تمتلك ميليشيا وتقوم بأعمال سلبية في لبنان، تؤثر على أمن واستقرار لبنان، وتأثر على الأمن واستقرار المنطقة، وهذه أداة في أيدي النظام الإيراني. حتى الأمين العام لحزب الله أكد ذلك لما قال أنه حتى العيش اللي ناكله واللبس اللي نرتديه والسلاح اللي بأيدينا كله من إيران. هذه هي سبب المشكلة والأزمة في لبنان، وما هو بس اليوم، على مدى سنين. فالسؤال الآن إيجاد وسيلة للتعامل معه، وأعتقد أن هناك، مو أعتقد، أعرف أن هناك تشاورات وتنسيق جاري بين الدول المحبة للسلام والدول المحبة للبنان للمحاولة بالخروج بخطوات تستطيع أن تعيد للبنان سيادته وتقلص العمل السلبي اللي تقوم به حزب الله في لبنان.